انت يا زفت، انت مش شايفني واقفة؟ الحمد لله على السلامة يا جاي من السفر، وحشانة الابتسامة والبيضة والحجر. انت ايه يلا اللي مقعدك في عربيتي؟ وفين السواق الزفت؟ اهمدي بقى، لا بقى في عربيتك ولا سواق ولا زفت. خلاص الشيخ علوان رمى عليك اليمين وطار على المطار، وخد معاه العربية والسواق والفيلا والمحل. في 60 داهية، ده حتى كان دمه يلطش. مش مهم، يلا وقفلي تاكسي بسرعة، عايز اروح المحل، وحشني الرقص. الا انت جالك بكم ولا ايه؟ بقولك خد كل حاجة واولهم المحل. ازاي؟ ده كاتب لي المحل بيع وشراء. ما هو عشان انت مش مثقفه وما بتعرفيش تفكي خط الناس بتشتغلك. لما اتجمعتوا مع المحامي عشان تكتبوا العقود، عزوز كتب كل حاجه باسم علوان وخد 1,000,000 جنيه زياده عشان يسكت. ازاي؟ ده انا بصمه بصباعي. ده خدعوك فكالو يا كبيره. انت بصمتي على انك شاهده على العقود، لا بايعه ولا شاريه. وعلى راي المثل يا ولاد بلد انا ليا رجاء، عايزين نقضي على الاميه، بدل البصمه تكون امضاء. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا تكوني فاكره علوان ده اهطل وبيرمي الفلوس كده، ده بس كان عايز يدوقك ويدفع، ودلوقتي زهق منك وراح يدوق واحده تانيه عشان يدفع برضه. وانا جيت قلت لك ضميني وانسي الدنيا، ضميني وانسي الناس، بس انت اللي طلعتي شخصيه عنيده. بعتني بعتني يا داود الكلب، بعتني. بس يا بنت فوقي كده وما تنسيش نفسك، انا اللي عملتك وجيت قلت لك انا شريكي وانت اخترتيه ومبعتيني. دلوقتي ما ترجعيش تندمي، انا جاي استلم الفيلا دي. قدامك نص ساعه تلمي الكراكيب بتاعتك ارجع عليكي جاهزه. سامع يا نوال؟ سامع يا نوال؟ سلام يا ستهم. سلام يا نونا. ليه كده؟ ليه عملتي فيا يا دنيا كده؟ ده انا بنت حلال ومستاهلش. ليه جبتيني المرجحة؟ ليه طلعتيني لسابع سما؟ نزلتيني على جدور رقبتي ليه؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اروح فين؟ اعمل ايه؟ كل حاجه راحت، كل حاجه راحت، كل حاجه راحت، حتى نوال راحت، حتى نوال راحت، حتى نوال راحت، حتى نوال راحت.